السابعة صباحا بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى الصباحية من المستقبل وفيها شتت شوية الدنيا طافت البلد، يعطيك العافية زهير. طرقات لبنان طرق في سيول الشتوة الأولى، انقطاع أوتوستراد الجنوب لساعات وأسئلة على الغياب المدوي لوزارة الأشغال. اغتيال أحد قادة حزب الله حسان اللقيص في الحدث وتواصل الردود الرافضة لهجوم نصر الله على المملكة العربية السعودية. عمليات نوعية للجيش الحر في حلب وحماة، والبابا يطالب بإطلاق سراح راهبات معلولة. صباح الخير. في خضم الملفات الأمنية والسياسية الشائكة التي يعيشها اللبنانيون، وقع معظمهم بالأمس في فخ التقاعس والإهمال مع الشتوة الأولى، فما جرى بالأمس وخصوصا في ساعات الذروة أي بعد الظهر رسم صورة بالغة القتامة لبلد لا يتقن مسؤولوه إلا تقاذف التهم. من خلد إلى الضي تحولت الطرقات والأحياء إلى بحيرات عائمة حاصرت عشرات الألاف من المواطنين والعائلات في أقفاص السيارات أو على قارعة الأرصفة، وكانت ذروة اللعنة في نفق المطار. وقرابة منتصف الليل تمكنت القوى الأمنية والدفاع المدني من فتح المسرب الغربي لطريق المطار باتجاه الجنوب وعملت على سحب المياه، أما المسرب الشرقي فما زال مقفلا بحسب ما أفدنا صباح اليوم، وقد تم تحويل السير القادم من الجنوب إلى الأوزاعي التي تشهد زحمة سير خانقة. هو مشهد سنوي في لبنان، غرق السيارات بسبب هطول الأمطار أصبح خبرا عاديا كل عام في بلد تخطى فيه إهمال الدولة كل الحدود. أمطار كانون عطلت حركة المرور واحتجزت المواطنين في سياراتهم لساعات، مشهد تكرر في مختلف المناطق اللبنانية بسبب برك المياه التي تكونت وخصوصا في الأنفاق. والنجم كان نفق خلدي على طريق المطار الذي استضاف أرتالا من السيارات المتوقفة، فارتفاع المياه بلغ نحو متر ونصف المتر داخل النفق ما تسبب بقطع أوتوستراد الجنوب. عناصر من قوى الأمن الداخلي والدفاع المدني وفوج الإطفاء عملت على مساعدة المواطنين وإخراجهم من السيارات الغارقة. بدي أقول لهم عيب عليكم، بس أكثر من هيك شو فينا نقول؟ يعني إنه بعدنا أول شتوى، إنه سوري، يعني واحد بكون ببيته قبل ما يبلش الشتاء شو بيعمل؟ بيجي بيفتح هذا المصرف اللي فوق البيت مشان بيعرف انه جاي شتاء، انه دولة طويلة عريضة مش عارف انه في شتاء جاي. وزارة الاشغال شو عم يشتغلوا؟ يعني ما عم بفهم، حدا بس يفهمني انه شو هذا اللي عم بيصير. يعني اللي عم يشتغل هالشغلة هاي المسؤول عندها ما عم يقوم بشغله مزبوط، شتت شوية الدنيا طافت البلد، يعطيك العافية اذا هيك عوالكم عوض بسلامتكم كلنا سوا. يعني نتمنى نسافر نحن نرجع هلا قبل عبكرة. يعني بدنا حكومة فاعلة بقراراتها بإجراءاتها حتى الناس ترتاح لمقاومة الإهمال والفوضى. ما بعرف لمين بدي أحكي، يعني لا وزير الأشغال ولا وزير، يعني ما بعرف. قطاعات قوى الأمن الداخلي انتشرت على مختلف الطرق من أجل تسهيل حركة المرور ومساعدة المواطنين، مساعدة يرونها خجولة في ظل الإهمال المستمر للحكومة لهذه المشكلة التي يعانون منها سنويا. يلف الغموض ملابسات حادثة اغتيال أحد قادة حزب الله حسان اللقيص منتصف ليل الثلاثاء في منطقة الحدث، ومع أن أي رواية لم تصدر بعد عن الجهات الأمنية والقضائية الرسمية، فإن أوساط حزب الله أفادت بأن شخصين كمنال اللقيص لدى عودته إلى منزله، ويرجح أن يكونا قد استقلا سيارة انتظرتهما قرب سور المبنى ولم يتركا أي أثر باستثناء أثار أقدام في زاوية المرآب وعلى سور المبنى. التقرير ربيع شنطف. حسان اللقيص واحد من عشرات القياديين في حزب الله الذين يعملون في إطار سري، ولهذا السبب لم يسمع الرأي العام باللقيص إلا بعد اغتياله ليلة الثلاثاء الأربعاء برصاص مجهولين من مسافة قريبة أثناء ركنه لسيارته أمام منزله في منطقة السان تريز. مكان الاغتيال يقع على مقربة من حاجز للجيش اللبناني، إلا أن هذه الأشرطة الصفراء قد وضعها أمن حزب الله الذي تسلم وفق شهود عيان كاميرات المراقبة الموجودة في المحيط. كنت مصدح أنا بدينان بسمع صوت رصاص، هذا صوت طالع خفيف ما كأنه طالع صوت، يعني مش كأنه مش من هون، طالع صوت رصاص ولحقوا صوت في كلب يوم بناية صارت تتعوي، فحسيت في شيء بالأول بس ما أخذت وقتي. بعد شوي شعش دقايق بسمع صوت صريخ، طلعت عن الشباك ولقيت عاجة حاج حسان لقيس هو من هؤلاء الكوادر
الذي حسب المعلومات الأولية يعمل في إطار التكنولوجيا والاتصالات، أنه من القياديين الأساسيين، وهو قريب جدا من القيادة الأولى في حزب الله، سواء أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله أو الشهيد الحاج عماد مغني. حزب الله سارع إلى اتهام العدو الصهيوني بعملية الاغتيال، إلا أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية قد نفى أي علاقة لتل أبيب بهذا الأمر. وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تبنت جماعة تطلق على نفسها اسم لواء أحرار السنة بعلبك عملية الاغتيال، كما أعلنت كتيبة أنصار الأمة الإسلامية أنها وراء العملية، مشيرة إلى أنها قامت بغزوة الضاحية الجنوبية حيث تم القضاء على اللقيس وهو المسؤول المباشر عن مجزرة لقصير. ليش حزب الله غير هالمرة الاتهام؟ كما أشار حزب الله أنه تم استهدافه أساسا، وطريقة الاغتيال كذلك، يعني مجموعة فينا نقول أنها نوع من مجموعة كوموندوس أو مجموعة مجهزة، تشبه كثيرا العمليات التي نفذها العدو الصهيوني كما حصل مع الشهيد المبحوث في دبي. الإسرائيليون عادة لا يتبنون العمليات الاغتيال مباشرة. على وقع الرصاص ووسط حال من الحزن شيع حزب الله اللقيس في بعلبك، وتوقف المتابعون عند السهولة في الوصول إلى هذا القيادي، مشيرين إلى أن السبب يعود إلى الانكشاف الأمني غير المسبوق الذي تعيشه البلاد بفعل قتال حزب الله للشعب السوري. صحيفة النهار نقلت عن مصادر مواكبة للملفات الأمنية لأن اغتيال اللقيس جاء وسط أعلى درجات الاستنفار للحزب بفعل التطورات الأخيرة، وخصوصا بعد تفجيري السفارة الإيرانية. وإذ أشارت هذه المصادر لأن أسلوب الاغتيال مختلف عما سبقه من اغتيالات لقياديين في الحزب، أعادت إلى الأذهان حادثة اغتيال غالب عوالي في العام 2004 بسيارة مفخخة في الضاحية الجنوبية. اعتبر رئيس الجمهورية ميشيل سليمان أن اغتيال اللقيس حلقة جديدة من محاولات ضرب الأمن والسلم الأهلي في لبنان، وإذ لفت أن هذه الجريمة تصب في خانة الأهداف الإسرائيلية لتأجيج الصراعات الطائفية والمذهبية، دعا اللبنانيين إلى الوعي مشددا على صوابية قرار تحييد أنفسنا عن صراعات الآخرين. وفي رد غير مباشر على الأمين العام لحزب الله، قال رئيس الجمهورية أنه لا يجوز إفساد العلاقات التاريخية مع دولة عزيزة كالسعودية. سليمان وفي كلمة له خلال افتتاح مؤتمر دولي في جبيل دعا إلى تحييد وجهة السلاح والدفاع عن الأرض وطاقات الشباب ومعاني الاستشهاد. لا يجوز توجيه التهم جزافا إلى السعودية والتدخل في أزمات دول أخرى كسوريا. بهذه العبارات التي تضمنتها كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الحوار والحقيقة والديمقراطية، جاء رد رئيس الجمهورية ميشيل سليمان على ما أطلقه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من اتهامات للمملكة يوم الثلاثاء. ولا يجوز أن نفسد في علاقاتنا التاريخية مع دولة عزيزة وشعبها، وهنا أعني المملكة العربية السعودية، من طريق توجيه التهم إليها جزافا من دون أي سند قضائي أو حقيقي أو ملموس، أو أيضا عبر التدخل في أزمات دولة أخرى وأعني سوريا لمناصرة فريق ضد آخر، وهذا التدخل من أي طرف أتى فهو أيضا مدان. سليمان قال نسعى لأن يصبح لبنان مركزا للحوار بين الحضارات بما يتناسب مع موقعه وتجربته في الوحدة والتعدد وخصوصية الانتماء والمواطنة، متحدثا عن مجموعة أهداف استراتيجية في مقدمها تعميم نهج التلاقي والحوار. تعميم نهج التلاقي والحوار وتطوير ممارستنا الديمقراطية حتى تصبح أكثر عدالة وتمثيلا، وهذا الحوار إذا كان صادقا وصريحا يوصل بالتأكيد إلى مشتركات، هذه المشتركات تتعلق كذلك بتحديد وجهة السلاح وكيفية الإفادة من القدرات الوطنية للدفاع عن السيادة والأرض، وأبرزها طاقات الشباب ومعاني التضحية والاستشهاد. وختم سليمان بالقول إن الارتهان والطائفية وسوء الممارسة يفرض علينا العمل لبناء مجتمع مبني على الحقيقة والحرية وحقوق الإنسان. رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة شجب جريمة اغتيال اللقيس،
كما أعلن استنكاره وشجبه لتوجيه الاتهام الجائر بحق المملكة العربية السعودية التي عملت على إخراج لبنان من المحن والأزمات التي أوقعه الغير فيها، وهي ما زالت تدعم لبنان واللبنانيين. هجوم الأمين العام لحزب الله على المملكة العربية السعودية جاء على وقع انفتاح إيران على عدد من الدول العربية وحتى الرغبة بالانفتاح تحديدا على المملكة، فهل في الأمر توزيع للأدوار؟ التقرير لما ظهر. من 1979 يوصفها عدوا ويثقف في العالم العربي والإسلامي، يثقف بالمساجد وبالمعاهد الدينية وبالمدارس وبالجامعات وبوسائل الإعلام على أنها عدو. وهكذا تناسى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله شكره المملكة على دورها وإعادة إعمارها للبنان مرارا، وباتت اليوم هي من يفجر المنطقة من العراق إلى سوريا ولبنان. حزب الله امبارح سمعت السيد بكلامه ما جاب لا سيرة إسرائيل، عدو الشيطان الأصغر ولا الشيطان الأكبر، هدول نسيون. صرنا اليوم بحرب ضد عدو آخر اللي هو التكفيري، اللي هو جعل نفسه، هو كلف نفسه الإيراني وحزب الله كلفوا نفسهم الجميع أنه هن بدوا يحاربوا هؤلاء التكفيريين، واتهموا المملكة العربية السعودية أنه هي عم تمول هذا الأمر. يعني برجع بقول لك امبارح بالأمس سمحت السيد يعني عم أقفل نهائيا على كل إمكانيات أو بوادر أو أنه الأمل بحل. يعني والشيء اللي الملفت للنظر يعني أنه الرئيس بري امبارح كان بإيران وحكي بإيران أهمية الانفتاح والتواصل وإعادة العلاقات إلى طبيعتها بين إيران والمملكة العربية السعودية، وعلى أساس أنه في رهان على دور ما أنه هيدي اليوم هذا الانفتاح ممكن يكون له انعكاس إيجابي على الداخل اللبناني. طيب يا أخي شو عاد ما بدا طلع سمحت السيد وشغل هالمدفعيه كلها على الطرف السعودي؟ علامات استفهام طرحت حول توقيت هجوم نصر الله على المملكه، وهو الناطق عاده باسم ايران التي ابدت مؤخرا انفتاحها على بعض الدول العربيه من خلال جولات لوزير خارجيتها الذي ابدى رغبه بزياره المملكه العربيه السعوديه. معناتها انه ايران عم بيقول للعالم انه اليوم الخيارات السياسيه استراتيجيه بمنطقة الخليج تختلف عن الموقف الإيراني في دول أخرى وبالتحديد العراق سوريا ولبنان، وبالتالي إيران مستمرة في مشاريع التوسعية، مستمرة في توسيع النفوذ الإيراني بالمنطقة، وأيضا مستمرة بفرض شروطها على هذا العالم اللي هو العالم العربي وبالتالي الدول الثلاث. بستبعد أي نوع من الخلافات أو الانقسامات داخل القرار الإيراني، لا يجوز، لا أعتقد ذلك. اثنين، أنه عملية توزيع أدوار، لا، هي عملية توجيه رسائل. أمين عام حزب الله كان مهد في لقاء مع جمهوره في عاشوراء لما قاله مؤخرا، فهو يومها اتهم المملكة العربية السعودية بأنها سبب في عرقلة تشكيل حكومة في لبنان وضد الحل السياسي في سوريا. يومها حذر من الحرب في حال عدم توصل إيران والغرب إلى تسوية، واليوم وبعد التسوية ها هو نصر الله يزيد من نبرة خطابه. فهل أن الشيطان الأكبر بات أصغر أو أن المطلوب تسوية أشمل؟ في النشرة بعد الفاصل. الهدوء يخيم على طرابلس على وقع مواصلة الجيش مهامه. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه لم يحسم حتى الآن مسألة ترشحه لرئاسة الجمهورية، مشيرا في حديث لصحيفة السفير إلى أن برنامجه واضح. جعجع رد التحية لرئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون على عاطفته الجياشة عندما أيد ترشيحه لرئاسة الجمهورية، متسائلا لماذا لا يقدم عون برنامجه الرئاسي، لافتا لأنه من غير المنطق التصويت لعون في حال ترشحه لأنه يحمل وينادي بمشروع نعارضه. وأشار جعجع إلى أن الحكومة ستولد رغم كل التحديات والعوائق التي نواجهها قبل انتهاء ولاية سليمان. قال مصدر وزاري لصحيفة الحياة إن الرئيس نجيب ميقات يفكر بضرورة التشاور مع رئيس ميشيل سليمان لعقد جلسات لمجلس الوزراء طالما أن الحكومة الجديدة لم تتشكل، ولأنه بإطارة تصريف الأعمال فإنه سيجري تصريف البلد برمته إذا ما استمر الوضع على هذه الحال.
قيم الهدوء التام على طرابلس بالأمس، حيث نفذت وحدات الجيش انتشارا واسعا في الشوارع الرئيسية والفرعية، وقامت بحملة مداهمات بحثا عن مطلوبين. من جديد عاد الهدوء إلى عاصمة الشمال طرابلس، ونفذت وحدات الجيش انتشارا واسعا في الشوارع الرئيسة والفرعية وعند مفارق الطرق، كما سيرت دوريات راجلة ومؤللة وأقامت حواجز ثابتة ودققت في هويات المرة. وشهدت المدينة حركة سير طبيعية بعدما فتحت المؤسسات التجارية أبوابها واستأنفت المدارس والجامعات الدروس باستثناء تلك القريبة من مناطق الاشتباكات. مين بده يعطينا الأمان؟ شو عم تعملوا هلا؟ عم نشتغل، بدنا ننزل طعمي، بس أنا متجوز عندي ولد، إذا ما نزلت الشغالات بالحرب تحت الرصاص عم ننزل نشتغل لحتى نطعمي ولادنا. نتمنى من الدولة تهدي على الحولة كلياتها، بدنا نعيش بدنا نشتغل. عنا اولاد يعني هذا الوضع كيف توقف كيف تبدأ الحرب ما حدا بيعرف. هيدي هي اللي ماتوا والجرحى اللي روحت عمين عم يعوضوها بقروش وهيدي هي خلصت، وكل مره والتاني عم بصير نفس الشيء. انا بطلب الا من الدوله تهدي هالوضع وبس. اتمنى نحن الخطه الامنيه تمشي على الجميع تبعت كيف، ويكون الناس وترجع الناس لاشغالها ولاعمالها تبعت كيف. حاجه كفانا عود الحرب هيدي ما لا مصلحتنا ولا مصلحه حدا. كفاية تمرد، كفاية دمار، كفاية خراب، شيء ما بيجوز من الله هذا بقى. إلى ذلك تنفذ الوحدات العسكرية مداهمات بحثا عن مطلوبين، وقد أوقفت 4 منهم، هم أحمد يحيى سعود وجعفر حسين تامر وأحمد محمد رياض الحاج وصلاح عبد الحميد محمد، لقيام بعضهم بتنفيذ أعمال قنص وإطلاق نار على عسكريين ومدنيين، وقد تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة. مديرية التوجيه في الجيش اللبناني أعلنت أن وحدات الجيش أزالت 12 دشمة والعديد من السواتر الحديدية والشوادر. هنا طلعة العمري المؤدية إلى جبل محسن، مسافة الاشتباكات هنا لا تتعدى الأمتار القليلة بين الجيران. أبناء طرابلس يؤكدون أن الحفاظ على حسن الجيرة يتجسد بتسليم المتهمين بقتل الأبرياء. من شارع سوريا الفاصل بين جبل محسن وباب التبانة، منير الربيع، تلفزيون المستقبل. وإلى عين الحلوى، حيث ألقى مجهول قنبلة يدوية في بحيرة سوق الخضار من دون أن يفد عن وقوع إصابات، وكان المخيم قد شهد إقفالا احتجاج على تدهور الوضع الأمني فيه والتفجير الذي استهدف اللينو. حال من الترقب تسود شوارع وأحياء مخيم عن الحلوى غدا عملية التفجير التي استهدفت موكب جنازة أحد عناصر فتح، فيما بدت الحركة مشلولة داخله وسط إضراب عام وإقفال لكافة المؤسسات والمحال التجارية ومدارس الأونروا احتجاجا على ما يجري. العبوة التي استهدفت موكب الجنازة وأدت إلى إصابة شخصين، أحدهما مرافق المسؤول الفتحاوي العميد محمود عيسى اللينو الذي اتهم من وصفه بصهاينة الداخل بالوقوف وراء التفجير. ونردع كما ردعنا سابقا هاي المجموعات اللي مرتبطة، وبأكد بأجندات مشبوهة صهيونية، لذلك وجهنا اليوم هاي الرسالة. حيكون في إلنا تصرف آخر لأنه تركنا مجال واسع لكل الفصائل وكل المرجعيات وكل الفعاليات، ولكن للأسف الشديد عم نشوف في تمادي لهذه المجموعات. يعني هاي الناس اللي بتموت شو ذنبها؟ مؤامرة من 90 مؤامرة بتنحاك لعين الحلوة. عين الحلوة متركينا حالة سياسية، اللي في يوم من الأيام بس تطلع طلبوا لعين الحلوة. كلياتنا أولاد عين الحلوة وكلياتنا أهل، ما في حدا هون غريب. وبانتظار ما ستؤول إليه الاتصالات واللقاءات على الصعيدين اللبناني والفلسطيني بشأن المخيم، يبقى الوضع في عين الحلوى مفتوحا على كل الاحتمالات. في بلدة ياطر الجنوبية اعترضت عناصر حزبية دورية للوحدة الماليزية العاملة في إطار اليونيفيل، وصادرت 7 أجهزة لاسلكية وكاميرات وخرائط. وعلى الأثر حضرت دورية من الجيش للتفاوض مع الأهالي القيمين على البلدة لإعادة الأجهزة المصادرة. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. الجيش الحر ينفي مزاعم صحفية ويرفض أي دور للأسد في المستقبل. أهلا بكم من جديد.
في الشأن السوري، حرر الجيش الحر عددا من المواقع في ريف حماة الشمالي، وسيطر أيضا على طريق الإمداد بين اللواء 80 والمواصلات في مدينة حلب. في المقابل تحدثت وسائل إعلام النظام عن أن القوات الحكومية أحكمت السيطرة على المحاور الرئيسية لمدينة النبك في منطقة القلمون. محاولات النظام السوري للسيطرة على بلدة الغوطة ما زالت قائمة، إذ استمرت المعارك في القلمون بريف دمشق، حيث تصدى الجيش الحر لكتائب الأسد المدعومة بعناصر عراقية ومن حزب الله، بالتزامن مع قصف عشوائي طاول مدن وبلدات الزبدان والنبك ومعلولة ويبرود ودومة ومناطق عدة في الغوطة الشرقية. في وقت أعلنت وسائل إعلام النظام السوري أن قوات النظام دخلت إلى بلدة النبك الواقعة في القلمون. قوات الأسد المتمركزة بالبحوث العلمية استهدفت بالرشاشات الثقيلة حيي برزة وجوبر في دمشق، وشنت حملة مداهمات في أحياء الصالحية والمزة. وفيما تمكن الثوار من السيطرة على طريق الإمداد بين اللواء 80 والمواصلات بحلب، سقط العشرات بين قتيل وجريح جراء استهداف قوات النظام تجمعا للمدنيين في حي الراشدين، في حين قتل 18 شخصا على الأقل بينهم ضابط، وأصيب نحو 30 شخصا بجروح بعد سقوط قذائف على مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري في مدينة حلب. هذا وتستمر معركة سيطرة الجيش الحر على مقر الفرقة 17 في محافظة الرقة، التي تعد الفرقة القتالية الوحيدة المتبقية للنظام السوري في المنطقة الشرقية من البلاد. المواجهات اشتدت في ريف حما، حيث تمكن الجيش الحر من تحرير حاجزي الجديد وسيرياتال بالكامل، واستولى على أسلحة ومعدات مختلفة، وسقط عدد من القتلى في صفوف الشبيحة. رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس نفيا تاما أن يكون قد أعطى أي تصريح حول استعداد مقاتلي المعارضة للقتال إلى جانب قوات النظام لطرد الجماعات الإسلامية المرتبطة بالقاعدة من سوريا. وزعمت صحيفة التايمز التي أوردت الخبر أن أدريس خفف من مطالبه قبيل انعقاد مؤتمر جنيف 2 قائلا إن تنحي رئيس النظام بشار الأسد من السلطة لم يعد شرطا مسبقا ويمكن أن يعقب المفاوضات. إدريس أكد أن لا اتصالات مع الجيش الأسدي، واصفا إياه بالخائن ورافضا أن يكون للأسد أي دور في أي مرحلة، وقال إن الجيش الحر سيقاتل كل ما يعتدي على الشعب السوري ويحاول فرض إرادته عليه. واصل النظام السوري وضع العراقيل أمام مؤتمر جنيف 2، حيث أكد وزير إعلام النظام عمران الزعبي أن الأسد سيبقى رئيسا وسيقود المرحلة الانتقالية في حال التوصل إلى اتفاق خلال مؤتمر جنيف 2 المقرر عقده في شهر كانون الثاني. وقال الزعبي إنه إذا كان أحد يعتقد بأننا ذاهبون إلى جنيف 2 لتسليم مفاتيح دمشق للمعارضة فلا داعي لذهابه، فالقرار للأسد وهو قائد المرحلة الانتقالية، وإذا وصلنا إليها وقائد سوريا سيبقى رئيسا لسوريا. وجه البابا فرانسيس نداء من أجل الراهبات المختطفات في بلدة معلولة ومن أجل كل الأشخاص الذين خطفوا بسبب النزاع في هذا البلد، ودعا خلال اللقاء العام في ساحة القديس بطرس، دعا إلى مواصلة الصلاة والعمل معا من أجل السلام. من جهته نفى خالد صالح المتحدث باسم الائتلاف اختطاف الراهبات، وقال إن الفاتيكان أكد سلامتهن وأنهن يقمن مع عائلة مسيحية في المنطقة. وفي الختام هذا تفكير بالعناوين. شتت شوية الدنيا، طافت البلد، يعطيك العافية. طرقات لبنان تغرق في سيول الشتوة الأولى، انقطاع أوتوستراد الجنوب لساعات، وأسئلة عن الغياب المدوي لوزارة الأشغال. اغتيال أحد قادة حزب الله حسان اللقيس في الحدث، وتواصل الردود الرافضة لهجوم نصر الله على المملكة العربية السعودية. عمليات نوعية للجيش الحر في حلب وحماة، والبابا يطالب بإطلاق سراح راهبات معلولة. ختام الصباحية لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.